في ابو التاريخ فيصل، وادي كمان الحوضه الثانيه فيها باصات من هون، في تقريبا شي 40 باص، في 40 باص موجودين، وادي من هون فوق الكونتينرات اللي فوق كونتينرات تانية، وفي سطحات اسكسورة وسطحات بتاعت الكونتينرات السيارات. اوبن توب ادي هون الباصة التانية، هذه من هون لحد هذه البوابة باصة رقم 5 اهو، وادي التاريخ برضو تاريخ اليوم، هذه الكونتينر من جوا هاي مبين السيراميك والبورسلان، هني تقريبا شي 150 كرتونة، يعني شي لا يذكر، يعني سيراميك والبورسلان لا يذكر ابو فيصل. لكن اللي فوق اللي فوق كلها صورة حديد وزوايا. طبعا هون عم نحكي عم نحكي بكمية تقريبا ما يقارب ال هذا المستودع ما يقارب شي ال 100-150 ألف. ابو فيصل هدول عبرتين تبع المرور، ثلاثة ادي هي مكتوب عليها المرور، ادي عبارة، ادي الثانية، وفي واحدة هون، وفي واحدة في الخلف اهي، هي في اللي بالوش بالجنب اثنين، وهون ودي بالوش هيدي كمان على اليمين، وهدول اللي على اليمين هدول كمان من ضمنهم من ضمن البواخر. هديك اخر واحدة، اخر واحدة لك في عليها قوارب بعد، يعني في واحدة هون هذه عليها قوارب، هذه من ضمنهم برضو، من ضمنهم هذه البواخر. طبعا هذول اللي في البحر هذول برضو من ضمنهم والمنصة، وادي الخاصين بالمرور. صال ادي الحوطة الثالثة، وادي برضو التاريخ، هلا ادي الحوطة الثالثة هون كلياتها، هاي الدرامات الزيت اللي كنا عم نحكي عليها، زيت مية البطارية. هاي دراها اهم تقريبا بفضل. تقريبا في شيء 1000 درام. طبعا زي ما انك شايف جنريترات كهرباء، خلاطات، مش عارف شو، صورة حديد، في صناديق تانية ابو فيصل، حد يشوف الصناديق تانية. طبعا هذا المستودع طوله شي 150 او 200 متر، وبعرض 70 متر، يعني تقريبا قد الملعب كرة القدم. حنصور لك ان شاء الله اخر مستودع يا ابو فيصل. ابو فيصل اخبارك؟ ابو فيصل الكويت تاريخ اليوم، ادي اول حوطة، طبعا من اول البوابة من هون لحد الاخر، هذه كانت الحوطة الاولانية، خلينا نشوفها. طبعا حصورنا لك تصوير فوتوغرافي عادي، بقيت هذا الفيديو للحوطة، هذه الاغراض اللي جوا الحوطة، هذه الصناديق، الكونتينرات، الكونتينرات بحدود شيء 400 كونتينر بين 20 و 40، 400 كونتينر بين 20 وال 40، هذه الكونتينرات. طبعا الحوطه داير المدار كله معبى حديد سكراب، و يعني كل كونتينر ال 40 كونتينر كلهم فيهم في حدود جواهم في حدود من 7 ل 10 طن حديد، بحدود ال 400 كونتينر، 400 كونتينر موجودين اهم اهم، ادي هون هيك، وادي هون الكونتينر الثاني، لحد هون لغاية هذا التصوير.